مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بطقس ثقيل خلال يوم الغد، سيميز كافة المناطق الساحلية، ضباب محلي أيضا. المناطق الداخلية ستشهد نشاط بعض الخلايا الرعدية خاصة بمنطقة الأوراس. الرياح أيضا ستكون قوية نحو الهضاب الوسطى والغربية. جنوبا أجواء مشمسة من شمال الصحراء إلى غاية وسط الصحراء ومرتفعات لوغار وتاسيلي، وتكون رعدية بالجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب، كما ستنشط بعض الزوابع الرملية المحلية على أغلب مناطق الجنوب الكبير. قد تتصاعد هذه الرمال لغاية المرتفعات الداخلية الوسطى الغربية وكذلك الشرقية. الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستبقى مرتفعة تفوق 20 درجة بكل المناطق الشمالية، ما بين 22 إلى 25 درجة. جنوبا ستقارب 24 درجة بتمنراس، 26 درجة بجانات وإليزي، 28 درجة بكل الجنوب الغربي، في حدود 30 درجة بشمال الصحراء وأقصى الجنوب، 33 درجة بالواحات وكذلك بالصحراء الوسطى. الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد بحول الله تكون فصلية، ما بين 32 إلى 34 درجة على كل السواحل، ترتفع إلى 36 درجة بتيزي وزو غليزان والبيض، لكن ترتفع أكثر نحو المناطق الداخلية الشرقية لتقارب 41 درجة بقسنطينة وخنشلة، 36 إلى 38 درجة بأقصى الجنوب الشرقي لغاية مرتفعات الهوغار، بينما تكون أجواء حارة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب تفوق 40 درجة، تتراوح ما بين 42 إلى غاية 47 درجة، وهذا سيكون كعلى مقياس بالصحراء الوسطى. البحر سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا بسواحل الوسطى، رياح ضعيفة إلى معتدلة تتينا غربية جنوبية غربية على سواحل التي تقع بغرب العاصمة، تدور إلى شرقية شمالية شرقية بسواحل الشرقية. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الثلاثاء بحول الله، دائما أجواء على العموم مغشات بأغلب السواحل، السحب ستكون أكثر نحو السواحل الشرقية، أما بالمناطق الداخلية بعض الرعود المنعزلة نحو الهضاب الغربية تكون أكثر نشاط بالمناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية، حيث احتمال لبعض الأمطار المحلية، احتمال أيضا لبعض الأمطار الرعدية المحلية بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي، تبقى أجواء رعدية بوسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب الشرقي ومغشت جزئيا بأقصى الجنوب. الحرارة تتراوح من بين 28 إلى 34 درجة بالسواحل، ترتفع محليا إلى 41 درجة بالمناطق الداخلية، وتبقى أجواء حارة تميز مناطق وسط الصحراء. يوم الأربعاء بإذن الله دائما تقريبا نفس الوضعية الجوية، أجواء مغشات، بعض الأمطار الرعدية المرتقبة بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية، رياح قوية نسبيا نحو الهضاب الغربية، بعض الأمطار تبقى غير مستبعدة بالجنوب الشرقي والجنوب الغربي أقول لغاية شمال الصحراء. درجة الحرارة تعرف بعض الارتفاع خاصة نحو السواحل الشرقية تقرب 37 درجة، وتبقى دائما أجواء حارة بوسط الصحراء مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية. يوم الخميس تقريبا نفس الوضعية الجوية، لكن تتحسن حالة السماء نحو السواحل الشرقية بعد انقشاع الضباب، بعض الأمطار الرعدية تبقى دائما مرتقبة محليا بالمرتفعات خاصة الوسطى الشرقية، كذلك بشمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي، تبقى درجات الحرارة مستقرة مقارنة بيوم الأربعاء. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون بإذن الله في حدود الساعة 6 صباحا و22 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و10 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.